السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم عثمان زيدات. اليوم إن شاء الله ما غتكونش حصة ديال الطرز، ولكن غتكون جولة في المحل اللي قلت لكم أنني كنتقدم منه الخيط والحجار والعقيق. غتكون جولة في المحل باش نوريكم أنواع ديال العقيق وأنواع ديال الأحجار اللي كنستعمل ومين كناخدها. هذا المحل كاين في الطلعة ديال زنقة أنقرة، والأدريسة ديالو أنا غنخليها لكم أسفل القناة إن شاء الله. يعني الالوان اللي بغيتوها والاشكال اللي بغيتوها كتلقاوها متوفره، واللون اللي كيكون غابر كتلقاوه عنده كاين. كيف ما كتشوفوا معايا هادو بعض الانواع، هاد الوريدات كتقدروا ديروهم في البيسات في التريكوات ديال الوليدات، وهذا الحجر كيجي في القفاطن عنده في اشكال كثيره ومتنوعه. كذلك هاد الوريدات كيتقدروا يديروا في اللبسات تاع البنيات ولا في الفليلات، يعني عندهم استعمالات كثيره. انواع ديال الحجر، حجر بالسيبورات، وهنا كاين العقيق المهرس، هو هذا كاليتي مزيانه فيه، وهذا اللي انفص معايا الجهر، الجهر في الخيوطه يعني ماركه مزيانه، وهذا هنا اللي لتحت الزمرد، الزمرد في الخيوطه، يعني كل حاجه وثمنها، العقيق ثمنه والحجر ثمنه، هادو لي زيست خاص. وغيوريكم صاحب المحل الاشكال الاخرى. هاك اخويا كيف ما كتشوفوا هادو انواع ديال الزمرد والالوان، الالوان ديالهم كاين جميع الالوان وجميع الاشكال كاينه، اي لون طاح في بالكم كتقدروا تلقاوه. هادو هما الالوان ديال الزمرد، هاد الزمرد هو كيجي في الباسي، وباش زوين هاد البري ديالو كيعطي واحد اللمعه، وفيه واحد البريون كيجي زوين في الباسي وفي جلاله في باش ما درتي كيجي مزيان. بوزونا حتى هي كاينه متواجده، اي حاجه طاحت في بالكم ديال العقيق كاينه متوفره وموجوده. كيف ما قلت لكم انا العنوان ديال المحل ان شاء الله غنوريه لكم، غنخلي لكم في اسفل القناه. هاد الجهه الاخرى ثاني انواع ديال السيفورات وديال الحجار والعقيق، حتى هو باشكال عده، كاين انواع كثيره ديال العقيق. هادي جوله في المحل ديال العقيق، وانفص معاه كاين محل ديالهم خاص بهم كذلك ديال الخيط، يعني انواع جميع الصم، جميع انواع الخيوط، والبابي كاربون اللي قلت لكم جوده عاليه راه كناخذها من عندهم من المحل اكاديمي. انا وريتكم في الفيديو البابي كاربون اللي كديت من عنده، يعني محل انفص مع محل. هذه هي الجوله ديالنا اليوم، وهذا هو الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله غندير لكم ثاني من المكان، من المحل اللي فيه الخيوط. وتتمة ديال الفيديو دابا غندوزو لبلاصة الخيط. كيف ما قلت لكم هذا هو المحل اللي كناخذ منه الخيط. هادو هما الانواع ديال الخيوط، وحتى هو عنده العقيق. هادو هما الخيوط، يعني كاينين في الوان كثيره، اللون اللي بغيتوه واللون اللي قلبتو عليه كتلقاوه. ها هما المرمات اللي كتوريتكم داك الفيديو السابق، هما هادو. سولتيني على المرمى، هي هذه المرمى، هذه الكوايه هي اللي كنلصقوا بها لي زيست خاص. هذا الخيط، هذا الحرير، ياك هذا الحرير، هذا الحرير ديال الراندا وديال والخيط الكارونتي. وكيف ما قلت لكم كاين الحرير الكارونتي اللي هو هذا، هذا ماركه خاصه، وهذا الكارونتي. الكارونتي علاش الكارونتي؟ الكارونتي حيت كيكون في الالوان البيضاء، فهمتي، اللي كتدخل في الجافيل، اللي كتدخل في الجافيل وما كتلقش. هو اللي وريتكم حتى هو من انواع ديال العقيق، وهذا الخيط العادي اللي كتخدموا به، حتى هو ماركه مزيانه، حتى هو مزيان. بالنسبه للصم، انواع ديال الصم ها همايا. انا نوريك الشكل ديال الصم اللي كاين باطو، كاين يعني الصم سوا فيه الوان كثيره، الالوان اللي بغيتو تقدروا تلقاوهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا البرون سوا فيه الباطو، الباطو
هادو هما الماركات المزيانين في الصم، وهادو الانواع ديال لي موزون، انواع ديال لي موزون وانواع ديال الحجار. كيف ما قلت لكم اي حاجه بغيتوها كتقدروا تلقاوها عنده. وبالنسبه لي بابي كربون اللي قلت لكم داك النهار، هو هذا البابي كربون راه عنده من عنده من كناخذو. سولتوني في الفيديو اللي فات مي كناخذو، راه هادو هما الماركات اللي وريتكم داك النهار ومن عنده مي كناخذو. الليمون صغار يعني كاين الوان كثيره، الليموني، الصفار، الزرق، يعني الالوان اللي بغيتوها تقدروا تلقاوها، يعني محل شامل اللي بغيتوها تقدروا تلقاوها. والثمره من عنده مي كناخذو، انا ما قلت لكم ما كنبدلش المحل ديال شراء الخيوط، محل واحد هو اللي كنبقى نتقدم من عنده. وهادو الانواع ديال الفيزلين، كاين الابيض وكاين الكحل، كاين الكحل وكاين الابيض. وهذه قلت لكم الكوايه اللي كنلصقوا بها لي جيست خاص، هذا الشيء اللي كاين. وهذه هي الجوله ديالنا اليوم، كنتمنى من الله الفيديو ديالي يلقى الاعجاب ديالكم ونكون جاوبت على جميع التساؤلات ديالكم. والمحل ان شاء الله غنعطيكم لادريس ديالو، وشكرا للجميع.